كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مسيرك يوم تخضعلي وتجيلي تخضعلي وتجيلي طوعني يا عبدي طوعنا انا وحدي مالك حبيب ليلي قبلي ولا بعدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي طوعني يا عبدي طوعنا انا وحدي انا اللي اعطيتك من غير ما تتكلم وانا اللي علمتك من غير ما تتعلم. اثار مقطع فيديو استياء عدد من مواقع التواصل الاجتماعي لقيام شاب مصري بالغناء لأم كلثوم أمام الكعبة، وأكد البعض أن الشاب أخطأ التصرف ولم يراعي حرمة الكعبة، بينما أشار آخرون أن القصيدة كان في أصلا تتحدث عن مكة وعن تقرب العبد من الله عز وجل.